يشكل توفير السكن اللائق للمواطنين أحد أهم التحديات التي تواجه الدول النامية، بما في ذلك المغرب. وفي السنوات الأخيرة أولى المغرب برعاية الملك محمد السادس اهتماما كبيرا بقطاع الإسكان، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف. ومن أبرز هذه البرامج برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلقته وزارة الإسكان، والذي يهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الذين يرغبون في اختناء سكن رئيسي. في هذا الوثائقي سنتحدث عن برنامج الدعم المباشر للسكن. يشكل البرنامج خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الإسكان اللائق للمواطنين المغاربة، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وتبلغ قيمة الدعم المالي المباشر المقدم للمتقدمين بطلب الحصول على سكن رئيسي 100,000 درهم، وبالنسبة للشقق لا يتجاوز ثمنها 300,000 درهم، و70,000 درهم بالنسبة للسكنات التي يتراوح ثمنها ما بين 300,000 درهم و700,000 درهم. يستهدف برنامج الدعم المباشر للسكن جميع مناطق المغرب، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية، كما أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة التي تم إطلاقه مطلع سنة 2024. وبمجرد دراسة الطلب يتوصل مقدم الطلب بالموافقة الأولية على طلبه في غضون مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ إيداعه. وأوضحت المنصة ضمن شروحاتها التي بسطتها بصيغة أجوبة على أسئلة متداولة على أن تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق لنسخة من عقد الوعد بالبيع مرفقة بنسخة من رخصة السكن. أما على مستوى شروط الإسكان فهذه هي الشروط: يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المغربية، عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموعة التراب الوطني، يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، يجب أن يكون لدى المتقدم عقد وعد بالبيع محرر من لدن الموثق.